بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده أول حاجة في المهم النهاردة. أول حاجة في المهم، المهم بالنسبة لإيه يا مستر؟ بالنسبة تحدد لنفسك كده، أنت هتقدر تمشي في الكيمياء ولا لأ؟ بمعنى الكلام اللي أنا هقوله النهاردة ده، لو أنت بقيت كويس فيه اعرف ان انت في ثالثه ثانوي وفي الكيمياء هتبقى ممتاز جدا. لو لقيت الدنيا متلخبطه معاك اعرف ان انت مش هتمشي. فلازم الكلام اللي انا هقوله تعمله، ما عرفتش تعمله مش هتمشي، لا في اولى ولا في ثالثه. سيبك من تانية دي خالص، لان تانية ما فيهاش القصه دي. المهم في ثالثه ثانوي كيمياء يا جماعة يعني معادلات، وتالتة ثانوي يعني معادلات، تالتة ثانوي كلها معادلات. بنأسسك من أول أولى إعدادي في العلوم عشان تروح تالتة ثانوي تبقى تعرف تكتب معادلة كويس. عشان تعرف تكتب معادلة كويس لازم تبقى عارفة الخطوات اللي أنا هقول عليها دي، ولازم تعرفيها كويس، ولو مش عارفاها تروحي تبحثي عنها وتحفظيها وتبقي بيرفكت، او تبقى بيرفكت فيها، لان هو ده المهم. انا همشيها بالتسلسل لحد ما نوصل للنهايه اللي انا عايز ان انتوا تعرفوها. وانا الكلام ده قلته في الحصه التمهيديه، بس انا هقوله على السريع تاني. عشان تعرف تمشي في الكيمياء كويس في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي وفي ثالثه ثانوي، وده الاهم بالنسبه لكم انتوا لان هي دي المستقبل، لازم انت تعرف الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي. السنه اللي فاتت كان كله بيشتكي من ماده سه، كله كان بيشتكي منها. بصراحه انا شايف ان الاساس بتاعنا في الكيمياء بايظ. احنا بندرس المواد يا نور عشان خاطر نعدي. في اولى اعدادي كنا بندرس عشان نعدي تانية اعدادي. لو جينا في تانية اعدادي قلنا يا جماعة الحاجات دي درسناها في اولى اعدادي مش فاكرين يا مستر حاجة. دخلنا تانية اعدادي، رحنا تالتة اعدادي، لو سألنا في اولى اعدادي مش فاكرين حاجة يا مستر. ليه؟ لان انت بتدرس عشان خاطر تعدي من السنة وبس. انما الناس اللي كانت بتدرس عشان تفهم والحاجات ركزت قوي وثبتت في دماغها، هتلاقي الموضوع سلس وسهل وجميل، لان الثوابت ممتازه والثوابت بتاعتك شغاله، فعشان كده الدنيا سهله بالنسبه لك. وانا دايما من اول اولى اعدادي كنت بركز على الحاجات دي قوي، انما الدروس اللي مش مهمه كنت بعديها. عايز تمشي في الكيمياء صح؟ واحد، لازم تعرف وتحفظ رموز العناصر. مش هتمشي في الكيمياء ابدا وانت ما انتش عارف ان الصوديوم ان ايه والمغنيسيوم ام جي. هتكتب معادله ازاي وانت اصلا ما انتش عارف الرمز، وبقيت في اولى ثانوي وانا بكتب لك المعادله ما انتش عارف تكتبها. ليه؟ ما انت ما انتش حافظ الرمز العنصر، هتكتب ازاي يعني؟ مش هتعرف تكتب حاجه. طيب انت بقى ركز معايا في دماغك كده، انا يا مستر حافظ الرمز، ايه الخطوه اللي بعد الرمز؟ الخطوه الثانيه ايوه تكافؤ العنصر. العنصر تكافؤه ايه؟ الحاجات اللي انا همشي بيها دي ايه، مفيش حاجه تلغي الثانيه. بمعنى انا لو عارف العنصر بس مش عارف التكافؤ، ولا اكنك عرفت حاجه. طب يا مستر عارف التكافؤ بس مش عارف الرمز، برضه ولا اكنك عرفت حاجه. لازم الاثنين مع بعض، والخطوات دي لازم كلها مع بعضها. طب حلو يا مستر، انا دورت في دماغي فلقيت ان في بعض العناصر المهمه انا حافظ رموزها. زي ايه؟ صوديوم، بوتاسيوم، كلور، اكسجين، فلور، كربون، نيتروجين، الحاجات اللي هي متداوله معانا على طول. يا مستر انا تقريبا حافظها. طب حافظ التكافؤ؟ لا، تحفظه. وانا مديك ورقه فيها كل العناصر السنه اللي فاتت، ولو عايزها ابعت لي وانا ابعتها لك.
طب يا مستر انا حفظت العنصر وحفظت التكافؤ، قول لي اللي بعده يلا عشان انا عايز اشتغل بهمه كده من اول اولى عشان تمشي صح. وانا بشرح طول السنه هبين لكم الكلام ده كويس. اقول لك ما انت مش عارف رمز العنصر، مش هتعرف تكتب. 2 عملنا شويه عناصر مع بعضها كده، عملوا لي حاجه، ما احنا بنكبر واحده واحده. انا عرفت الرمز، عرفت التكافؤ، في عنصرين مع بعض بيتكونوا مع بعض او ثلاثه مع بعض بيدوا لي حاجه اسمها المجموعه الذريه. المجموعه الايه؟ الذريه. وانا عندي نوعين من المجموعات الذريه، مجموعات ذريه موجبه ومجموعات ذريه. انت عندك عشان انت لسه كده كتاكيت اولى ثانوي فبنقول لك المجموعه الذريه الموجبه هي واحده بس، الايه؟ الامونيوم NH4. الباقي مجموعات ذريه سالبه. لازم تعرف يا عم محمد المجموعات الذريه السالبه دي رمزها ايه. وعايز اقول لكم يا بنات ان المجموعات الذريه السالبه ما بتجيش لوحدها ابدا، يعني مفيش كده مركب تلاقيه OH، مفيش مركب تلاقيه NO3، لا. المجموعة الذرية لازم أن تشترك مع عنصر أو تشترك مع مجموعة أخرى. المجموعة الذرية لا توجد منفردة أبدا، فعشان كده كان للمجموعة الذرية برضو تكافؤ المجموعة، تكافؤ الايه؟ المجموعات. حلو. فانت لو حافظ التكافؤات والمجموعات انت في الامان لحد دلوقتي. رمز العنصر تكافؤه، المجموعه الذريه تكافؤها. لو انت عارفه دول انت في الامان. طيب انا عايز امن اكتر وعايز يبقى معلوماتي اكتر. رقم 3، كتابة المركب الكيميائي. لازم نعرف ازاي بنكتب مركب كيميائي. هو المركب الكيميائي مكون من الاتنين دول. والله لو عرفت دي وعرفت دي هتعرف التالتة، مش هتعرف دي الا لما تبقى عارف الاتنين الاوهم. طب يا مستر معلش هنراجع مع بعض سنة كده. مركبين اتنين، ازاي بنكتب مركب كيميائي؟ المركب الكيميائي لما تيجي تكتب اسمه هتكتبه بالعربي. زي ايه يا مستر؟ زي كلوريد المغنيسيوم. ده مركب كيميائي مكون من عنصرين اتنين، فلازما تحت كل اسم رمزه. ده مين ده؟ كلوريد، يعني اهو الرمز بتاعه Cl. طب والمغنيسيوم؟ ادي الام جي. طب انت لو مش عارفه تقولي ام جي هتكتبي مركب؟ طب تخيلي انت مش عارفه تكتبي مركب، هتكتبي معادله؟ هتروحي ثالثه ثانوي وتكتبي معادلات؟ طب ازاي وانت مش عارفه تكتبي المركب اصلا؟ ما هي كده، عنصر اكبر شويه تبقى مجموعه، اكبر شويه مركب، اكبر شويه خلاص كتبتي معادله كيميائيه، لأن هي المعادلة الكيميائية أصلاً هي مجموعة من المركبات في المتفاعلات وفي النواتج زي ما هنقول دلوقتي. عم زياد صلينا على النبي؟ ماشي يا مستر. كتبنا تحت كل اسم رمزه، تحت كل رمز تكافؤه. يا مغنيسيوم أنت تكافؤك كام؟ بلمتي مش هتعرف. والحاجات دي ما بتجي، يعني لازم تعرف، لازم تعرفيه. ثنائي 2. طب وانت يا كلور؟ قال انا واحد يا مستر. وبعد كده نعمل حاجه اسمها عمليه الايه؟ المقص. كل عنصر بياخد تكافؤ العنصر اللي قبله او اللي معاه. يعني الام جي هياخد التكافؤ الواحد والاثنين تاخد تكافؤ الكلور، بقت ام جي. شايف خدت الواحد اهو. طب والسي ال هياخد 2 والواحد ما بيتكتبش، بقى رمز العنصر او المركب MgCl2. ده طريقه كتابه المركب الكيميائي. انا عارف ان في ناس قاعده وعارفه الكلام ده كويس، بس واذكر فان الذكرى تنفع من؟ مين؟ ممتاز. طب يا مستر انت مؤسسنا صح في ده وفي ده وفي ده،
هنعمل ايه بعد كده؟ هنكتب معادلة كيميائية. المعادلة الكيميائية مكونة من حاجات زي دي كلها مركبات مع بعضها، وانت في تالتة اعدادي خدت تلات انواع من انواع المركبات الكيميائية، المعادلات الكيميائية: انحلال، احلال، اكسدة واختزال. ايه؟ وعلمنا فيها ازاي تكتب المعادلة الكيميائية وازاي تكتب المركبات والكلام ده كله، وهنراجعه واحدة واحدة. صلينا على النبي. ماشي يا مستر، انا رجعت وعرفت اكتب مركب كيميائي، والمركب الكيميائي مكون من عناصر او مجموعات. زي عشان ما نزعلش المجموعة هنقوله مثلا هيدروكسيد الالومنيوم. هيدروكسيد ايه؟ يلا يا جماعة، الالومنيوم رمزه ايه؟ والهيدروكسيد يلا نيجي التكافؤ، الالومنيوم تكافؤه والاو اتش اعمل عملية. يلا يا جدعان، كل 3. مستر انا بعمل كل 3 ليه؟ عشان التلاتة دي مش بتاعت الاتش لوحدها، لا ده بتاعت الاو وبتاعت الاتش، فبحط الاو والاتش في قوس واقول التلاتة دول بتوعك. يعني عدد الذرات هنا كام؟ بتاعت الهيدروجين وعدد الذرات بتاع الاكسجين والالومنيوم واحد. وصلت؟ دي المجموعة الذرية ومعاها عنصر، كتبت مركب كيميائي. هو في المعادلة كده يقول لك تتفاعل هيدروكسيد الالومنيوم مع كلوريد المغنيسيوم فيتكون مش عارف كذا. فانت تقف قدامها كده، لا انت عارف الكلور ولا عارف الهيدروكسيد ولا عارف كذا، مش هتعرف تكتب مركب كيميائي. فعشان نكتب معادلة كيميائية عنصر مجموعة مركب كيميائي، صح؟ تمام. طب عرفنا نكتب المركب الكيميائي يا مستر، بعد كده قول لي بعد كده رقم 4، وده الاهم اللي انا عايز اوصل له. خلاص طالما انت عرفت تكتب ده رقم 4 تسنيم، هتقول لي بصوت واطي كده يبقى انا هعرف اكتب المعادلة الكيميائية. هعرف اكتب ايه؟ معادلة كيميائية. هعرف اكتب ايه؟ معادلة كيميائية. يقول لي كده يتفاعل حمض الهيدروكلوريك وبناخده من اولى اعداد مع هيدروكسيد الصوديوم فيتكون، ما تقولولي ملح مين؟ ملح مين؟ كلوريد، ايوه الصوديوم، ومين؟ وما. عيش بقى حياتك يا باشا. رحت قايل له اهو يتفاعل مين؟ رمزه يبقى اتش سي ال يا مستر. ما عرفتش تكتبه، شكرا. واحنا في اولى اعدادي هتشوفوا كميه معادلات بنشتغلوا عليها حاجه تحفه والله. في اولى ثانوي اسف، والله 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 لو طلعت في اولى ثانوي في الباب الثاني اللي انا هشرحه اللي بدايته النهارده ده ممتاز، اطمن في ثالثه ثانوي. انا بقول لكم اهو في طلبه في ثالثه ثانوي والسنه اللي فاتت كانت بتسالني على حاجات هم خدوها في اولى ثانوي. يا مستر احنا كنا بنجيب دي ازاي في اولى ثانوي عندهم؟ طب ابعت لنا يا مستر الحاجات اللي احنا كنا بنشرحها في اولى ثانوي، ما هو بيستخدموها، راجعوا لها تاني بس على كبير شويه. فالاساس لو تمام كل لما تكبر الدنيا هتبقى تمام، انما الاساس لو بايظ بتبني على بايظ. خلاص ما بني على باطل فهو باطل. تمام يا عم احمد. زائد هيدروكسيد الصوديوم ان اي او اتش، صح ولا ايه؟ هيديني اها كلوريد الصوديوم اهو ان اي سي ال زائد اتش 2 او، وهكذا. الملخص بتاع الموضوع، انت طالما عرفت تكتب الحاجات دي عرفت تعمل المعادله الكبيره قوي دي. طب ماشي، عرفت انا اعمل واكتب معادله كيميائيه. مستر يعني ايه معادله كيميائيه وايه مكونات المعادله الكيميائيه عشان ابقى فاهم؟ صل على النبي.
معادلة الكيميائية لو حضرتك شايف كده واخد بالك مكونة من واحد حاجات قبل السهم، مركبات قبل السهم تسمى متفاعلات، تسمى ايه؟ وبرضو مركبات بعد السهم تسمى نواتج، تسمى ايه؟ نواتج. ادي النواتج. قلت له حلو، في ايه ما علمتش عليه بالاحمر؟ السهم اهو. ايه السهم ده يا مستر؟ ايه السهم ده؟ ده سهم. بص بقى الكلام بقى، سهم يدل على سير التفاعل الكيميائي. سيره يعني ايه يعني يا مستر سيره؟ طب تخيلوا، تخيلوا ان لو ما فيش السهم ده كنت هتعرفوا ان ده متفاعلات؟ لا. كنت هتعرفوا ان ده نواتج؟ لا. لا يا مستر. فين يبقى مين اللي قال لي ان ده متفاعلات وده نواتج؟ لا. يبقى السهم هو اللي بيقول لي ان المتفاعلات هي اللي قبلي وانا رايح اكون نواتج. مين اللي قال لي الكلام ده؟ السهم. هو السهم. يبقى السهم ده مؤشر يدل على سير التفاعل. يعني عايز يقول لي كده ان التفاعل بيمشي الناحيه دي. مين اللي هيقول لي؟ السهم. السهم. يبقى انا عندي متفاعلات وعندي نواتج وعندي ايه؟ سهم. وعندي ايه؟ سهم. حلو. انا في بعض المعادلات يا مستر بلاقي حاجات مكتوبه على السهم كده من فوق، صح؟ الحاجات اللي مكتوبه على السهم دي بسميها شروط حدوث التفاعل. شروط حدوث التفاعل. يعني يا مستر شروط بمع شروط يعني لازم الحاجات دي تبقى موجوده، ولو مش موجوده التفاعل مش هيتم، مش هيحصل. فبسميها شروط يعني لابد منها، شرط. طب ايه الحاجات الشروط دي باشا؟ الشروط دي حاجة من حاجات كتير. ما تقولوا لي يلا كنتوا بتشوفوا ايه؟ مثلث كده يا مستر، وده بيدل على ان التفاعل ما ينفعش يتم الا في وجود، صح؟ كنا بالله على السهم يا مستر حاجة اسمها دي اي ال، اختصار كلمة ديليوشن. يعني ايه يا مستر؟ يعني المحلول اللي موجود او الحمض اللي موجود مش مركز، انما وصلت. كنت بقى مخفف. كنت بشوف برضو على السهم حاجة اسمها سي او ان سي. لا. دي اختصار لكلمة كونسنتريشن. ده بتوع الانجليزي. كونسنتريشن. كونسنتريشن يعني مركز. مركز. مستر انا فاكره بس كان مكتوب بالعربي مش بالانجليزي. كونسنتريشن ده مركز. مركز او مخفف. ده شرط. يعني التفاعل لو عليه مركز وانا حطيته مخفف لا يحصل، بس في ظروف اكتر. قول لي ايه لو هو مخفف وانا حطيته مركز؟ يحصل، بس زمن التفاعل هيختلف والحاجات اللي انا عايزها هتحصل بقيسها مش هتتغير. انا بقيس حاجات معينه فلازم الشروط تبقى موجوده. معايا يا باشا؟ ماشي. حاجات تانية بلاقي مكتوب عوامل حفازه او عوامل حفز، والعوامل الحفز دي نوعين اتنين، يا اما عامل حفز موجب يا اما عامل حفز سالب. عامل حفز موجب، والعوامل الحفازه الموجبه دي بتزود من سرعه التفاعل، انما السالب بتبطئ. لو انا عايز، لو التفاعل سريع يعني بيتم في ثواني وانا عايزه يهدى شويه هحط له حفز سالب يقلل سرعه التفاعل الكيميائي. طب لو هو بطيء هياخد ساعتين وانا عايزه يخلص في نص ساعه، عوامل حفز موجب ده اللي هيزود من سرعه التفاعل الايه؟ الكيميائي. ودي بتكتب بالعربي كده؟ لا هقول لك. يا مستر العوامل الحفز دي ممكن تبقى، يقول لي كده حديد، استخدموا حديد كعوامل حفز في بعض التفاعلات. ممكن يبقى نيكل ان اي، ممكن يبقى بلاتين، ايريديوم. مش الحاجات دي خدناها في ثالثه اعدادي؟ ثاني اكسيد المنجنيز. كل دي عوامل حفز بتزود من سرعه التفاعل الكيميائي. وانا كده كده انا بحتاج السريع ما بحتاجش البطيء. احنا في عصر السرعه يا مستر،
احنا هنقعد جنبه واحنا عايزين حاجه ايه تستخلصني شغلني. ف99% كلها بتبقى عوامل حفز موجب عشان انا عايز اخلص واشوف اللي بعده. تمام. وساعات برضو بقابل على شروط التفاعل يقول لي ضغط. يعني التفاعل ده بيتم عند ضغط معين. بريشر. بي بيبقى بي كده. ضغط ازاي يعني؟ بي دي يعني اختصار لكلمة بريشر او ضغط. يعني ايه ضغط يا مستر؟ احنا هنا في جو الغرفة دي الضغط اللي موجود ده بسميه الضغط الجوي المعتاد. الضغط الجوي اللي ايه؟ المعتاد. طب ايه رأيك لو طلعنا فوق؟ تنينا نزيده شوية كده. لو ركبنا الطيارة وطلعنا فوق هل الضغط تحت هيبقى زي الضغط فوق؟ طب لو فتحت كده لو فتحت الشباك بتاع الطيارة ده مصيبة صح؟ ليه؟ قال الضغط فوق عالي قوي. الضغط فوق عالي فالموضوع بيزيد او قليل ايا كان. هو الضغط بيقل فوق. الضغط هيبقى قليل خالص. كنا خدتوها على فكرة الضغط. كنا بنقوله كده كلما يزداد طول عمود الهواء بيزداد الضغط. طب وكلما يقل طول عمود الهواء؟ يعني طول ما الدنيا فوق عالية قوي ده كده طول عمود الهواء كبير. طب طول ما انا بطلع فوق طول عمود الهواء بيقل وبالتالي الضغط بيقل. مش قصتنا خالص الموضوع ده. قصتنا ان في تفاعلات تتم في وجود ضغط معين. يقول لك عند ضغط مثلا 350 عند ضغط 250. طب انا لو هي من شروطها ان هي تتم عن طريق ضغط 250 وانا شغلتها عند 300 التفاعل ما يحصلش. ليه؟ قال اصل في شرط من حدوث التفاعل. في شرط. وصلت. يبقى انا لا ده ضغط مش عامل حفاز. ركزي. عوامل حفازة حاجة والضغط حاجة تانية. ماشي يا مستر. عرفنا شروط التفاعل. يلا قولوا معايا بقى. معادلة كيميائية بتتكون من 1 متفاعلات. 2 وسهم. وفوق السهم في حاجة تسمى شروط حدوث التفاعل. حاجة تسمى تفاعل لا يتم بدونها. وقلنا حاجات كتير. دي المعادلة الكيميائية بس بعد اذنك لازم او لابد او حتما ان تكون المعادلة الكيميائية ايوه طبعا موزونة. انا واحدة واحدة كده خدتها اهو. كتبنا العنصر وحفظنا التكافؤ والمجموعات وكتبنا المركبات الكيميائية وبدأنا نكتب معادلة وكتبت المعادلة بالمركبات بتاعتها. بعد ما خلصت اوزنها بقى حبيب قلبي. بنوزنها ليه؟ ايه؟ جدع لتحقيق قانون بقاء المادة. قانون بقاء ايه؟ ايه قانون بقاء المادة ده يا مستر بعد اذنك؟ يعني ان كتل المواد اللي داخله في التفاعل لابد ان تساوي كتل المواد الخارجة من التفاعل. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني انت لو داخل بذره هيدروجين لازما في تكون ذره هيدروجين. ينفع تبقى داخل بذرتين تطلع ذره واحده؟ الذره الثانيه يعني حرامي سراها ولا ايه؟ لازما اللي قبل التفاعل يبقى قد اللي بعد التفاعل. جزيئات ذرات مولات زي ما هنقول كده. قلت له حلو قوي. هنوزنها ازاي يا مستر؟ والكلام ده مهم. كل اللي انا بقوله ده مهم. نوزن يعني كل ذره من المتفاعلات تبقى زيها في النواتج. ابدا اوزن كده واحده واحده واخدها عنصر عنصر. اساله يا هيدروجين انت كام؟ كام؟ طب وهنا كام؟ 2. متساويين؟ ايوه متساويين. متساويين؟ ايوه كده. بص بقى ده الغلطه اللي احنا بنغلطها. مستر انت بتقيس الهيدروجين هنا ولا في المتفاعلات كلها؟ ايوه طبعا. طب والهيدروجين هنا في النواتج كلها. يبقى الذره اللي موجوده هنا في المتفاعلات كلها مع بعضها لازم تبقى عددها قد اللي في النواتج كلها. فانا هتكلم على الهيدروجين. ادي 1 ادي
طلع كام؟ طلع كام؟ طيب تعالى على الكلور. هنا كده في كام كلور؟ تقولوا هي واحدة. طب هنا في كام؟ واحدة بس. طب تعالى يا صوديوم انت كام؟ في حاجة هنا؟ هو واحدة بس. طلعت كام؟ طب الأو؟ واحدة بس. طلعت كام؟ يبقى المعادلة كده موزون. اه طبعا على العناصر، على الذرات، واحنا ماشيين بقى هعرفك دي ذرات وفي ايونات وفي حاجات كده حلوه هتعرفيها. طب لو انا في تفاعل تاني بقول لك يتفاعل مثلا N2 زائد H2 فهيديني NH3. ان اتش 4 دي امونيوم ما بتجيش لوحدها لانها مجموعه ذريه، وانا لسه قايل ان المجموعه الذريه ما بتجيش لوحدها ابدا. هو التفاعل كده، يعني التفاعل هيقول لي كده يتفاعل الهيدروجين مع النيتروجين لتكوين النشادر او الامونيا. هو التفاعل هيتم، انت تكتبيه بس هو جايب لك المعادله دي عشان توزنيها. عشان ايه؟ يلا نوزن المعادله. يا نيتروجين انت هنا كام؟ طلعت كام؟ ينفع احط هنا 2؟ تقولوا ماشي، خلصت من النيتروجين. يا هيدروجين انت هنا كام؟ طلعت كام؟ الاثنين دي مضروبه في الثلاثة عشان انا بعد كل اللي موجود. النيتروجين 2 والهيدروجين 2 مضروبه فيه ايا كان هو كام. فالهيدروجين هنا 3 والاثنين اوعى تقولي 5 مضروب مش مجموع. 2 في 3 طب هنا كام؟ 2. ينفع الستة بيساوي الاثنين؟ طب انا عايز دي اخل ولا اشيل دي وخ ولا احط؟ واحد يقول لي يا مستر ايه رايك كده؟ الحركه دي يا مستر. لا ده انت كده عديت من ابتدائي على الثانوي على طول. لا بص بقى، المكان اللي بيتحط فيه الارقام ما بشيلش ارقام، ما بشيلش. يعني واحد يقول لي يا مستر بقول لك ايه، مش انت كنت بتقول هنا النيتروجين واحد وهنا اتنين؟ يلا يا عم ولا تزعل نفسك، ما ينفعش الكلام ده. ما بنشيلش ارقام. هو النيتروجين N2 موجود في الغلاف الجوي N2، والهيدروجين H2 اهو N2. الارقام اللي بزود فيها عشان اوزن تبقى كتل المواد اللي داخله تبقى قد المواد اللي خارجه، واعمل عمليه اتزان عشان تبقى المعادله موزونه. المكان اهو هنا اهو، ادي المكان قبل العنصر او قبل الذره او قبل الجزيء او قبل المركب زي ما انت عايز تقول. قول ده المكان بس اللي بيتحط فيه الارقام اللي بيتحط فيه ايه؟ بص بقى صح، N2 صح؟ طلعت كام؟ كام؟ حطيت كام هنا؟ 2. بقت النيتروجين كام؟ بقى كام؟ 2. طيب الهيدروجين كام؟ 6. احط هنا كام؟ بقت المعادلة بتقول N2 زائد 3H2 بيديني 2NH3. 2NH3. ركز بقى عشان لعبنا كله السنة دي والصعب السنه دي واللي هنلف وندوخ فيه السنه دي، ولو عملت ده فالموضوع مش هيبقى صعب خالص، هيبقى تافه جدا. هي الارقام ده اللي هنشتغل عليها. الارقام دي يا رحمه بسميها ايه؟ ارقام ده اهي، الارقام ده يا بنات بسميها معاملات. معامل الارقام ده اهي، ده بسميه معامل. طب وده معامل. طب ايه الفرق بين المعامل ده والمعامل ده؟ بصوا بقى معايا، الفرق بين الاثنين ان التلاته دي معامل الهيدروجين. طب والاثنين؟ طب معامل النيتروجين كام؟ كام؟ واحد. فبدي بسميها معاملات. معامل النيتروجين واحد، معامل الهيدروجين تلاته، معامل النشادر 2. يجي في المسألة يقول لي كده احسب مجموع معاملات التفاعل الكيميائي بعد وزنها. قلت له ادي 1 و3 4 و2. شكرا. واحنا ما بنكتبش معاملات اتش ايه؟ لا معاملات التفاعل ده معامل النشادر.
ده معامل الهيدروجين، ده معامل النيتروجين. المعاملات اللي في المعادله مش عدد ذرات، ركزي. خلاص تمام ولا ايه؟ يبقى الارقام دي بسميها معاملات. هو يجيب لي معادله كده مش موزونه ويقول لي ايه، عايزين بعد وزن المعادله نشوفوا معامل الهيدروجين، فلازم نوزن المعادله ونجيب معامل الهيدروجين. تسرحيش والله مهم. ماشي يا مستر، وزننا المعادله وبقينا تمام التمام، بعد كده نعمل ايه؟ في حاجه مهمه كده وصغيره دي بتفيدنا احنا، لو انت شغاله في معمل بقى ودخلتي معامل بحوث بقى ودخلتي حاجه كده تبقي مثلا عالمه ولا حاجه، فالموضوع ده هيفرق معاكي جدا. ايه اللي هيفرق معايا؟ رقم 5، حاجه تسمى الحاله الفيزيائية. الحالة ليه؟ للمركبات، أو ممكن أقول الجزيئة. حالة الفيزيائية؟ آه. إيه الحالة الفيزيائية يا مستر؟ كم حالة يا عم كريم؟ خمسة ولا ستة؟ الله قلتها والله. كم حالة يا جماعة؟ خمسة؟ يلا نقولهم مع بعض. الحالة الفيزيائية أول حالة عندي بسميها حالة صلبة أو صلب. المركب يقول لي في المعادلة ده، خلي بالك وأنت شغال في المعادلة دي، المركب ده لازم يبقى صلب. طب أنا لو خليته سائل ما ينفعش، طب لو خليته محلول ما يشتغلش. امال هو حاطط لي لازم يكون صلب ليه؟ عشان وانا شغال ما اشتغلش اي حاجه وكده وخلاص. يعني ملح الطعام هتلاقيه في معاملات في تفاعلات ملح الطعام الصلب ملح، هتلاقيه في تفاعلات تانية محلول ملح الطعام. ايه؟ ملف ده يعني لو هي مثلا لا طبعا، لو هو صلب فدي ماده نقيه، لو هو انت دوبتيه فدي مش ماده نقيه، ده ماده متاينه يعني معاها ميه. نفس الحاجه ازاي يعني لا نسيح، لا انا بتكلم محلول. محلول يعني انا ضفت عليه ميه. تفتكر السكر هيبقى زي السكر في الميه؟ ده تركيزه قل اصلا، انا ضفت عليه ميه مش زي بعضه طبعا. تمام، فده تفرق معانا يا ملك؟ اه تفرق معانا. فيجي حاطط كده هيكتب لي بقى تحت المركب صلب؟ لا بقى، ده المركب فيه رموز يا عم صلاح. فيدي تحت المركب اللي هو في الحالة الصلبة اس، اختصار لكلمة سوليد، اختصار لكلمة ايه؟ ماشي. في مواد تانية في التفاعلات بتبقى مواد سائل او سائلة، خلي بالك سائل مش زي محلول. سائل سائل يعني طبيعته ان هو سائل، زي الزئبق. شايفين الزئبق اللي بيبقى في الترمومات ده سائل، زي البروم، البروم ده سائل، زي الميه، الميه ده الميه النقي، الميه دي سائل. انما لو انا جبت ملح الطعام ودوبته في الميه ده سائل؟ لا ده مش سائل. امال ده محلول زي ما هنعرف دلوقتي. لو الماده سائل ونقي فبيرمز له بالرمز ال، ليكويد. صلب زي ملح الطعام NaCl، سائل زي الزئبق Hg او البروم Br، وBr ده بيوجد في الحاله بتاعته الطبيعيه Br2، يعني بيتكون من ذرتين زي H2 N2 O2 F2 Cl2 الكلام ده كله. هو الH موجود في الطبيعه H ولا H2؟ نفسه البروم، بس الفرق بين الاثنين ان ده سائل. تمام؟ ماشي. لا وده وهفكرك كده في اولى اعدادي في اول ترم اول ما كبرت سنه، اولى اعدادي اه. ما هو ده اللي انا قلته في الاول بقى، ان كان يقول لك كده السائل الوحيد الذي يتكون من ذرتين كنا بنقوله البروم. السائل الوحيد الذي يتكون من ذره كنا بنقوله الزئبق. بس فاقدين الذاكره مثلا. طب تعال، في ناس فاكره والله، في ناس فاكره.
هنيجي بعد كده هنلاقي في حاجة اسمها محلول إكواس إكيو إكواس محلول يعني مادة دايبة في المية. سكر حطناه في المية يبقى محلول سكر. ملح الطعام اللي هو NaCl دوبته في المية بسميه محلول ملح الطعام. الفرق بين الاثنين لو هو في معادلة هيقول لي ملح الطعام، في معادلة تانية هيقول لي محلول ملح الطعام. وصلت؟ فهسميه إكواس. زي محلول NaCl. ده محلول وده ملح. حاجة بعد كده بسميها غاز. يعني في الحالة الغازية يرمز له بالرمز جاز. اختصار لكلمة جاز غاز يعني. وده الصورة الطبيعية له غاز. زي الأكسجين الهيدروجين نيتروجين فلور كلور كل دي غازات. كل دي ايه؟ غازات. عندي نوعين من الغازات، غازات نشطة وغازات خاملة. الغازات الخاملة مش هلاقيها ابدا في تفاعل لانها لا تدخل في اي تفاعلات كيميائية. ليه؟ لاكتمال مستوى الطاقة الاخير. وده عرفناه في الظروف العادية، في الظروف اللي انا ممكن اثر عليها خليها تعمل تفاعل، بس في الظروف العادية دي ما بتتفاعل لوحدها كده، ما بتتفاعلش الا اذا انا اثرت عليها بعوامل بقى حفزة ودخلت. مش عليك. الغازات النشطة بقى دي اللي بتدخل في نشطة، بسمها نشطة. اكسجين هيدروجين نيتروجين فلور كلور دي بسميها غازات نشطة. دي بسميها ايه؟ غازات نشطة. فاول ما تشوفها في معادلة عم احمد تكتب تحتها جي بين قوسين، اعرف ان ده غاز. بعد كده في ايه؟ بخار. اهو ايه ده مستر؟ ما البخار برضو غاز. لا، البخار دي مادة كانت صلبة وسخنتها تحولت لسائل، وسخنتها تحولت بخار. اوعى تقول غاز. لا، بخار. ايه؟ واحدة واحدة. لو تتقلع الرز ما يعجنش منه. طيب دي صلبة. طب لو مادة سائلة سخن المادة السائلة تحول ليه؟ ما تسمعوني يا جماعة. بخار. اوعى تقولي غاز. بخار. امال الغاز ده طبيعته غاز. يعني الاكسجين، هو الاكسجين ده ناتج من تسخين مادة تانية؟ طب النيتروجين ناتج من تسخين؟ مفيش الكلام ده. وصلت؟ واحد يقول لي يا مستر ما في نيتروجين مسال. لا، النيتروجين المسال ده تحول، جابوا النيتروجين العادي الغاز وعملوه سائل تحت درجات حرارة تحت الصفر بكتير قوي. مش موضوعنا خالص. انما في الطبيعه ان دي غازات. والله يا مستر لو ناتج من تحول سائل او من تحول صلب بسميه ايه؟ بخار. يرمز له بالرمز في او فيبر، اختصار لكلمه فيبر. في زي ايه يا مستر؟ زي H2O. ما هو ممكن يبقى بخار، صح ولا يا جماعة؟ مش ده ممكن يبقى بخار؟ أي مادة بتتحول لسائل ثم تتحول لحالة بخارية أقول عليها بخار. وده بيحدد بقى. ما المية دي ممكن يبقى تفاعلات ياما. مرة يقول لي الماء صلب تلج يعني، مرة يقول لي تحت المية ال يبقى ده ليكويد في حالته العادة الطبيعية، مرة يقول لي عليه في فيبر أو بخار. وصلت؟ دي بسمها حالة بخارية. دول كام حاجة؟ مفيش غير. هيكتبها لي تحت بقى في التفاعل. يقول لي كده المعادلة اللي احنا كنا كاتبينها من شوية، معلش. N2 زائد 3H2 هيديني في وجود الحرارة وعوامل حفزة وضغط. التفاعل ده مهم، خلي بالك. هتاخدوه في تانية ثانوي التفاعل ده. صغير؟ ماشي. NH3 هو بالصغر NH3. تيجي نكتب اول حاجة عرفت اكتب المعادلة صح؟ وزن. تاني حاجة وزناها. تالت حاجة حالة الفيزيائية. يلا يا جماعة، ده مين؟ اكتب تحتيه اهو. طب وده؟ غاز. طب وده؟
غاز برضو. نشادر. نشادر غاز. لا نشادر غاز. هتعرفيه بعدين ما تقلقيش. كل الحاجات دي مش اللي مش عليكم مش مطلوب منه. واللي عليكم هتلاقيني انا بأكد عليه وهقول لك خلي بالك منه. انا بس دلوقتي بقول لك على حالة فيزيائية عشان لو في معادلة لقيت تحتها الرموز دي تقول لي ايه الرموز ده يا مستر. اعرف بقى ان ده غاز وده محلول وده وخد بالك منه وانت بتقرا المعادلة. ماشي. دي بسميها الحالة الفيزيائية. الحالة الايه؟ والله لو عرفتوا الحاجات دي كويس والله انا بحلف بالله هتمشي مظبوط قوي ومش هتخاف من اي حاجة. جماعة خوفنا من الكيمياء ورعبنا منها عشان احنا ما بنعرفش نكتب تفاعلات. طب ليه يا مستر ما بنعرفش نكتب تفاعلات؟ عشان احنا مش حافظين العناصر. طب حافظين مش حافظين التكافؤ. مش عارفين المجموعات الذرية وتكافؤها. وبالتالي مش عارف اكتب مركب كيميائي. وبالتالي مش عارف اكتب معادلة كيميائية. كل اللي من اول هنا وانت جاي السنة دي معادلات كيميائية. وانا بقول اهو الامتحان اخر الترم بيركز قوي على المعادلات والباب التاني. يعني الباب الاول ده جيب لك اي حاجة وخلاص. ايه تحويل من نانو والمتر ومش عارف ايه والدورق والمخبار. حاجات دي تافهة قوي مش هتجيلكوا تاني خالص. وانا اصلا بعترض على ان هو يجيب لك النانو في النانو ايه؟ ما احنا عندنا في الفيزياء التحويلات. حاططها لي ليه يعني؟ عايز افهم يعني. بعد كده عايز بقى هو يلعب وعايز يشتغل ويشوف الناس اللي فاهمه مش اللي حافظه هيشتغل على الباب التاني قوي. يبدا بقى يشوفك بتعرف تكتب. وكمان خلي بالكم الباب التاني ده كله ممكن يلمه في سؤال واحد. ازاي يعني يا مستر؟ زي ما هناخد في الدروس يجيب لك معادله كيميائيه ويقعد يسالك في المعادله الكيميائيه بقى. انت كونك ان انت كتبت المعادله الكيميائيه يبقى عرفت رموز العناصر وعرفت التكافؤات وعرفت المجموعات الذريه وعرفت تكتب المركب الكيميائي وعرفت تعمل معادله كيميائيه وعرفت توزنها وعرفت الحل الفيزيائي بتاعتها. وهيسالك اسئله بقى على الدروس اللي جاي يبقى ضرب 20 عصفور بحجر واحد في سؤال واحد بس وخلص لك الليله ونهى القضية. فانت لو ما انتش عارف حاجة من دول كمية كبيرة من الدرجات ضاعت منك بناء على الحاجات دي. من هنا لحد الحصة الجاية انا اللي هخليكم تكتبوا العناصر المعادلات ورايا. بداية من الحصة الجاية هناخد يعني ايه معادلات وانواعها. المعادلات الايونية والمعادلات الترسيب ومعادلات التعادل وحمض مع قاعدة والكلام ده كله. بس اللي انا بطلبه ان انت تبقى جاي الحصة الجاية. انا كل الحصة الجاية تشتغل معادلات. فانا هقول لك اكتب المعادلة تكون عارف الرموز وتكتب لي المركب الكيميائي وتبقى عارف الحالة الفيزيائية بتاعتي. الحالة الفيزيائية انا هعلمك واحدة واحدة مش هطلبها منك دلوقتي. بس تبقى عارف رمز العنصر وتكافؤه والمجموعة الذرية وتكافؤها وتكتب المركب الكيميائي. ما انتش عارف يا ابن الحلال وما قدرتش تعرف وما قدرتش تشتغل. خلي بالك نصيحة لله مش هتمشي في الكيمياء. والله لله. ولو عديت السنة دي كده تالتة سنة وهتتعب قوي وهتتعبي قوي. احنا لسه في البداية ده المنهج طويل. اتعب نفسك في الشوية اللي انا قلتهم دول بس. هتلاقي الموضوع ماشي معاك سهل خالص.